بلدي بدينا، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف توقيتي بالنسبة لكم أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملف، هذا البرنامج الذي أعشقه أنا على المستوى الشخصي وأفخر وأفاخر بأن شرفني الله تعالى بأن كنت أجاور من خلاله الباحث والمفكر دكتور محمد الزغبي في هذا البرنامج الذي أسأل من الله العظيم في عليائه أن ينفعنا به وبعلمه، بعلم فضيلة الدكتور محمد وما يقدمه لنا من جديد دائما ومفيد. أيها السادة، مرحبا بحضراتكم جميعا، واسمحوا لي أن أجدر التحايا والترحاب لصاحب الفضل والفضيلة الباحث والمفكر والعبقري الفذ. لا سيدنا الدكتور محمد رزق. خادم الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله والسلام. دكتور محمد، نور الدنيا كلها. الإعلام والسعداء بفضيلتك والله. المحترم الحبيب الابن الكريم البر الطيب، ولا أزكيك على الله جل وعلا. يا رب ربنا. يعني إن كان هناك يعني شرف في ذلك فهو لي. الله يبر بخاطرك. وإن كان هناك سعادة فهي لي. الله يحفظك. رغيت السعادة لوجودي معاك. الله يرفع قدرك ويحفظك ويبارك من فضيلتك. الله يرفع قدرك. أيها السادة، هذه الحلقة تبث الآن من خلال صفحة الرحمة تي في عبر فيسبوك، وهي موجودة عبر يوتيوب قناة الرحمة بعد نهايتها مباشرة، ويمكنكم متابعة الحلقة في 8 من صباح باكر في اليوم التالي أي صباح يوم الثلاثاء. مرحبا بحضراتكم مجددا. أثير مؤخرا فتوى حولها، أثيرت ضجة فعل يا دكتور محمد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي نحن نتناول هذه الفتوى بمنتهى التجرد. ربما تكون صحيحة، ربما يكون هناك من أيدها، ربما يكون فيها رخصة لبعض الناس، خاصة أن صلاة الجنازة ممكن تبقى في ناس يعني بيبقى في مشاكل كتير، او ربما نتعرض لها بشكل تفصيلي في مرحله تانية. احنا لو واحد نوم متاخر ما بعرفش يكمل ولا ما يكملش، ولا يرفع ايده ولا ما يرفعش، ولا يزعق، ولا ما يعني فيها مشاكل كتير صلاه الجنازه عموما. الفتوى او الجديد بالنسبه لنا اللي سمعناه، وانا كان جديد بالنسبه لي كمان على المستوى الشخصي، فكره ان يجوز كما قيل اداء صلاه الجنازه من غير وضوء. وطبعا الذي طرح هذه الفتوى استاذ فخ مقارن، يعني ربما ان في علل معينه استند اليها في هذه الفتوى. معروف ان اساتذه الفقه المقارن دول هم اللي بيفصلوا الفتاوى كده، زي الراجل الترزي كده اللي بيخيط وبيشتغل، فيعني ربما تكون في حجج معينه وهكذا. هو قال انه يجوز اداء صلاه الجنازه من غير وضوء بحسب ما نقل لي وما تم تداوله مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي. فهل هذا صحيح، او في شيء معين بيقول ان ينفع اصلي صلاه الجنازه من غير ما اكون متوضي؟ طيب، هو زي ما حضرتك قلت، احنا هنأجب بادب واحترام وبماده علميه صافيه، يعني نقيه وبتجرد تقي تجرد، يعني تجرد الباحث. وده اللي هكون معك فيه باذن الله جل وعلا. انا عايز نركز مع بعض جدا. هو مسبوق في ذلك، هو مسبوق، يعني في حد قال قبل كده؟ إيه هو مسبوق في ذلك. نعم، سبقه في ذلك الإمام الشعبي ومحمد بن جرير الطبر، لكن طبعا هذا كلام مردود ومردود عليه. أنا عايز نركز مع بعض جدا. مردود ومردود عليه. أي نعم، خلي بالكم دي تفرق في الفقه، يعني عشان الكلام في ذاته مردود ومردود على هذا من الكلام العلماء والفقهاء. أنا عايز نركز مع بعض جدا. طبعا لما اجتهد الإمام الشعبي ومحمد بن جرير الطبري في مثل هذه المسألة، بنشوف اللي اجتهد هل قام على دليل؟ أبدا ما قام على دليل. طيب، هل هذا المذهب مذهب صحيح؟ اتفق العلماء، بقول اتفق العلماء على أنه مذهب باطل، واتفق دي برضو بس نعم بمعنى الإجماع. وأجمع العلماء على خلاف ما قاله، وأجمع العلماء على خلاف ما قال إجماع على خلاف ما قاله الاثنان. معايا دكتور محمد؟ تعال بقى نرجع للإمام العظيم الإمام النووي، وينقل لنا الإجماع على بطلان هذا الكلام. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وأجمعت الأمة، شوف وأجمعت، أنا عايز اللفظة يا دكتور محمد، لأن البعض ممكن يسمعها منها مجرد كلمة. لا، بنقول وأجمعت الأمة، ده إجماع، إجماع. وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة. على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. الطهارة دي اللي هو الوضوء أو التيمم. ما فيش مية، فقد الماء يبقى فيه إيه؟ التيمم. خدت لحضرتك إزاي؟ يبقى مرة ثانية احنا عايزين نأكد جدا يا دكتور محمد، الإمام النووي في شرح صحيح مسلم بيقول إيه؟ وأجمعت الأمة على تحريم، خلي بالك، على تحريم، في حرمة
مش بس ان لا يجوز لا وفي كده في حرام في كده في اثم على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء او تراب. خلي بالك يا دكتور محمد الى ان قال ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة الى قوله وصلاة الجنازة. كل ده داخل في مسمى الصلاة له طهارة، يعني كل ما كان صلاة أيوة يلزمه له طهارة. احسنت. ترى من الحدثين لا بد يتوضأ من كده، الا اذا بقى ما بنقول واحد يعني ممكن نقول له انت تصلي من غضب، كان يقول لك بصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الا واحد بقى من المرفوع عنه اللحاف او البتاع يقول لك انا بيبقى ده موطن ضحك وكلام من ده، خدت لك؟ لكن ليس بصحيح ولا يجوز. خلاصه يا دكتور محمد، نرجع لكلام الامام النووي ثالث مره لاني هجيب لك حته جميله لتبين لنا ليه قيلت هذه الفتوى. لما الامام النووي في شرح لصحيح مسلم بيقول واجمعت الامه على تحريم الصلاه بغير طهاره من ماء او تراب، يا دكتور محمد ولا فرق بين الصلاه المفروضه والنافله الى قل وصلاه الجنازه، قال الا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري. حكي بس هو ما حكي وهذا وارد. الا ما حكي عن الشعبي ومين؟ ومحمد ابن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. شوف عقب إيه؟ وهذا مذهب باطل. شوف تعقيب ده أول حاجة إيه؟ وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه. يبقى الحكم إسقاط الحكم على الكلام، وهذا مذهب باطل رقم واحد وأجمع العلماء على خلافه. يبقى من حيث المذهب ده مذهب باطل، إما تسألني عنه مذهب باطل. طيب الإجماع على خلاف ذلك، على خلاف إيه؟ ذلك. طيب يا دكتور محمد، وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوى وأما صلاة الجنازة، هنا الفضل يعود بعد الله جل وعلا للإمام بقى البخاري، الكل استقى من البخاري، الكل أخذ الانتصار من عند البخاري، وهبين لك يا دكتور محمد. شيخ الإسلام تيمية قال وأما صلاة الجنازة فقد قال البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، يبقى صلى ولا مش صلى؟ صلى صلاة. من صلى، ده في صحيح البخاري، من صلى على الجنازة. ايضا سيدنا النبي قال ايه؟ صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، صلوا على النجاشي. سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود. يبقى سيدنا النبي سمى ايه؟ صلاة وما فيهاش ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، ما فيهاش كلام، ما ينفعش فيها كلام الآدميين ولا كلام بشر، لابد التزام بما ثبت فيه. خلي بالك يا دكتور محمد، وفيها تكبير وتسليم. إذا الصلاة دي اللي أنا بقول كانوا هم لا فيها الركوع ولا السجود، بس الصلاة دي ما فيهاش كلام، ما ينفعش فيها الكلام. ومش كده وبس، ده بتبتدئ برضه بالتكبير وبتنتهي بإيه؟ وعبر في الروايات الثلاثة بصلوا، فيها التكبير أي نعم والتسليم، وكلها إيه؟ صلوا صلوا. خلي بال حضرتك إزاي، ده نقطة مهمة أضيفة، وفيها استقبال القبلة، وفيها استقبال القبلة ولا تصح بدون استقبال القبلة. معايا يا دكتور محمد؟ طيب تعال معايا، قال نرجع لكلام ما نقله الإمام ابن تيمية بالنسبة للإمام البخاري، وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، خلي بالك، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. طيب قال ابن بطال، نجي بقى عدينا شغل ابن تيمية، نجي لابن بطال رحمه الله، وعرض البخاري عشان أوريك الفضل بعد الله جل وعلا الكل يعني الآن، وعرض البخاري للرد على الشعبي، وعرض البخاري للرد على الشعبي، للرد على الشعبي، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير إيه؟ طهار، اللي هو مين؟ الشعبي. خلي بالك معايا هنا، قال لأنها دعاء وليس فيها ركوع ولا سجود. الشبه اللي جات عند الإمام الشعبي إيه؟ قال ده دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا سجود يعني مجرد دعاء لا ركوع فيه ولا سجود. خلي بالك معايا، والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله، اللي هو الضمير عائد على مين؟ على الشعبي. يبقى الفقهاء من السلف والخلف مجمعون على خلاف هذا القول الإمام الشعبي. خلي بالك يا دكتور محمد، فلا يلتفت إلى شذوذه، شذوذه
يبقى وصلنا بقى وصلنا. احنا قلنا اول كده دكتور محمد ده مذهب باطل، يعني رأي وصف باطل في عند الامام النووي وصف بالشذوذ. ايوه قلنا مذهب باطل بالنسبه لكلام النووي، وقلنا اجمع العلماء على خلافه. هنا بقى قال لك اجمع علماء السلف والخلف على خلافه، وان كان اللي ذهب اليه ده ايه؟ شذوذ. ايوه شذ. احسنت الله يبارك فيك. طيب فلا يلتفت الى شذوذه واجمعوا كذا، هنا نقل الاجماع، واجمعوا انها لا تصلى الا الى القبله الا الى القبله فهي صلاه. خلي بالك معايا دكتور محمد، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت الى غير القبله. رد منطقي جدا وعقلي كده. انت بتدعي يا اخي اي اتجاه؟ انا وانت قاعدين اهو. اللهم ده احنا كده اهو يا اخي، انا حتى نظري شويه بنروح كده اهو، ما في اي مشكله. طيب الدعاء لا يلزم فيه استقبال القبله. صحيح، يعني لا يجب فيه استقبال القبله. ولذلك هذا رد يعني وفير منطقي جدا وعقلاني جدا. نعم. قال لك واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن. نيجي بقى تعالى بقى، وقال الامام الحافظ في الفتح. خلي بالك احنا بنجيب الجهابذة يا دكتور محمد. نعم. بدأنا بالإمام النووي، ثنينا بشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد كده جبنا كلام الإمام ابن بطال، وجبنا كلام الحافظ رحمة الله عليه، اللي هنجيبه الحين الحافظ في الفتح. بقول ايه؟ ونقل ابن عبد البر الاتفاق. الاتفاق يعني يا دكتور محمد؟ الطريق الأزاري يعني الإجماع. صحيح. ونقل ابن عبد البر الاتفاق. الاتفاق على اشتراط الطهارة لها، يعني شرط صلاة الجنازة. شرط. شرط يا دكتور محمد. يبقى هنا ابن عبد البر مش هو اللي قال او اجتهد، لا ده نقل الاجماع على اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة. نعم. معايا يا دكتور محمد؟ نعم. الا شوف خلي بالك، الا عن الشعبي قال ووافقه ابراهيم ابن عليا. هكذا الضبط عشان بس اللي عندهم تصحيح في الضبط، ابن عليا، ابراهيم ابن عليا، وهو ممن يرغب عن كثير من كلامه. خلي بالك عند دي يرغب. وهو ممن يرغب عن كثير من كلامه. يعني ايه؟ محترم لا يلتفت الى كثير الى كلامه من كلامه. خلي بالك في دي. طيب ونقل غيره ان ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك، وهو مذهب شاذ. هو مذهب ايه؟ شاذ. ده نفس التوصيف قاله. نعم. الامام مين؟ الحافظ. نعم. في الفاتح. نعم. نفس التوصيف اللي ذكره الاول. نعم. شاذ، ان ده مذهب شاذ. نيجي بواحد من المتاخرين برضه عشان احنا جبنا من المتاخرين نوازن بقى. من جبنا من العلماء الاكابر، نجيب حد من المتاخرين. بس نجيب مين؟ نجيب صفوه اهل العلم في هذا الزمان. قال ابن عثيمين رحمه الله الصحيح انها صلاه. شوف الكلام الموزون هنا. الصحيح أنها صلاة. ليه؟ لأن الرسول سماها صلاة. صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي اللي سماها صلاة. خلي بالك من دي. الصحيح أنها صلاة لأن الرسول سماها صلاة. فقال صلوا على صاحبكم. وخرج إلى المصلى فصلى بالناس في مين؟ في النجاشي. لما قال يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الوحي عليه وأخبر بموته، فقاموا فصلوا عليه صلاة الجنازة. طيب. وقال يحرم أن يصلي يعني المسلم على الجنازة وهو على غير وضوء. نفس كلام مين؟ الإمام النووي. خد معنى كلام الإمام النووي. نعم. إنه يحرم كمان إنك صليت على غير وضوء، مش كده بس إن ما يعني الصلاة مش بطلة خلاص، ده حرام. حرام عليك. خدت بال حضرتك يا دكتور محمد؟ ولذلك أعتقد أن كلام لا الموضوع واضح جدا، يعني كده واضح جدا. متغطى قديما وحديثا في كبد السماء. ولذلك لا يجوز لحد انه محترم يتبع هذا يقول لك فتوى هيئة الشيخ قال وصل. لا لا. وخلي بالك في ناس بتبقى عندها شويه لبط كده، يقول لك ايه يعني اخي علقها في رقبه سالم وتعالى مطلع سالم. يا راجل يا راجل، يعني انت ذكي قوي وبتبقى وعرفت تتحايل على الدين. يا اخي ده ربنا سبحانه وتعالى لا تتيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائب، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. يا اخي كما قيل يعني من عاش بالمكر مات بالفقر. سلم يا رب. من ذلك الغلاء نزل على الرقبة. يلا اخلاق عدي عدي يلا ربنا يحفظنا جميعا. يلا. طيب دكتور قضايا يعني الناس تلجأ في كثير من الاوقات الى الادعية والى النصوص والى الاذكار، وهذا شيء جميل لا مشكلة فيه، وخاصة من يجعلون لانفسهم اوراد معينة. لكن دائما ما نسمع بان هناك أذكارا أو أورادا أو أدعية إذا فعلها فإنها تمنع أو فإنها تتسبب مثلا في عطاءات، كمثلا من قال كذا رزق، أو من دعا مثلا بكذا فإنه لا يصاب أو
وهناك كثير تخش من على طول على الفتوى اللي انت عايز نرد عليها دكتور محمد. الشيخ قال مع احترامي يعني ان اذا قلت مثلا يعني كذا او دعاء كذا لا يصيبك مرض ابدا. نعم قبل كده قال اذا قرات كذا مع احترامي المال ياتيك من كل اتجاه. صحيح. هو كان هذا الكلام بشكل مباشر كما تفضلت وقلت الان قبل المشايخ. ما هو الرد على ذلك؟ شوف يا دكتور محمد، من وسائل النصب والاحتيال الارتزاق بالدين من خلال منصات التواصل الاجتماعي بأسلوب لا يليق. والله إن كان بأسلوب حلال ومباح ما في أي مشكلة، أنت بترتزق بس بطريق مشروع أو بطريق مباح لا بأس، لكن أنك تتاجر بالدين وتجعل الدين جسر أنك تعبر عليه لجمع الدنيا لا 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 لا. وبعدين انك تبقى كبرت في السن وعامل شيخ ومشهور ومعروف وتستغل مع احترامي بسط الناس وبسط الاتباع في ذلك، هذا يعني انا اعتقد يعني مش بس من باب الدروشه، من باب الخبث والمكر وطبعا فساد الدين. خلي بالك يعني انا بعد اللي زي ده يا دكتور محمد هو واللي قاعد يضحك على الناس بعمل لكم ابار وبفحر لكم في كيت وعملنا وشوفوا ولاد بلعم ابن بعورقنا والكلام ده كله ده نصب ودجل ولا كرامة لأي واحد من دول، واللي يزعل يتقطم لأني ما قصدت أحدا بعيني وما بقولش الخير مش موجود، لا الخير موجود والبعض الخيرين موجودين لكن يا رب نشوفهم. المهم ركز يا دكتور محمد، أنا عايزك تبقى مكان الجمهور كده في دي. الشيخ لما قال هذا الكلام إذا الدعاء الفلاني قلته لن يصيبك ضرر ولا مرض، يعني بالله عليك في واحد ما بيقولش مرض، احنا مطالبون بالدعاء. خدت بال حضرتك ازاي؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، اللي هو عن الدعاء. خدت بال حضرتك ازاي؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. احنا مأمورين امرنا بالدعاء دكتور محمد، لكن الدعاء ده مع احترامي يعني له ضوابط. النقطه الثانيه ان الدعاء ده لا يكون فيه تعدي، الأكثر من ذلك ما نصبش مع احترامي بدعاء ثابت وألوي عنان النص إلى أنه ما بيجيبش لا ضرر ولا مرض وكده، لكن أوفق بين النصوص أخرج بالفهم الصحيح. أنا أقول لك الحاكم فضل دكتور، لو أنا مع احترامي يعني بقول لك أن الدعاء ده لا يصبك مرض ولا ضرر، طب لما ما يصبنش مرض ولا ضرر سيدنا النبي بيقول تداووا معشر الناس، طب ما احنا هندعي بقى وخلاص، طب ما خلاص الدعاء موجود، انا الدواء ليه ما ده موجود؟ خدت عضك زي بيقول الدعاء من الاول والموضوع خلاص. ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تداووا فان الله خلق لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله جاهله. ولسه في كمان مع احترامي بتعلم الناس وبفتح الله على الناس في الطب الى اخره، دول امور بتظهر امور كثيره وبيعرفوا امراض كثيره وفي نفس الوقت يقف على العلاجات. واقول لك على حاجه، لو كان هذا من باب العوده الى النصوص ما كانش النبي ابدا مع احترامي يعني كان قال تداووا معشر الناس، ما كانش قال تداووا معشر، بل خد القنبلة في ذلك. قبل كده لما قال لك لو قلت الايتين دول ومش عارف ايه الفلوس هتجي لك من كل التم، ما خلاها تجي لك انت وما تنصبش على الناس من خلال اليوتيوب وتاخد بالدولار. طب انا اقول لك على حاجه، مين تعال نشوف انقى واطهر من ينزل عليه الايات، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي نزل عليه الوحي، الايتين نزلوا عليه، النبي عاش فقيرا ومات فقيرا بل مات درعه مرهونه عند يهودي مقابل طعام، وده سيدنا النبي. انت تحسن، انت دكت، انت ولا شيء، انت دجال. طب خلي بالك واحد يقول لا اقصد سيدنا النبي هو اللي طلب يبقى فقير، لا ما طلبش يبقى فقير، ولكن لما عرضت عليه الدنيا النبي زاهدها. خدت فرق بين انه يطلب يكون فقير، ده النبي استعاذ بالله من الفقر. هتقول النبي طلب يبقى فقير؟ كذاب لو قلت الكلام ده، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ده قرن وكان يستعذ يعني منه، ده استعاذ بالله منه. نعم. خلي بالك يا دكتور محمد، النبي سأل الله الغنى، كان بيسأله الغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أن. لو قعدت أجيب لك، ده النبي كان بيسأل ويستعيذ بالله من الفقر ده، تيجي تقول لي كيف؟ ورغم ذلك مات صلى الله عليه وسلم ودره مرهون عند يهودي مقابل طعام.
ركز معايا يا دكتور محمد. تعال بقى الحتة لا يصيبه ضرر ولا مرض. تعال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بما ابتلي به من عناد المعاندين وإجرام الشانئين وفعل الكفار والمشركين تجاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاضطهادات والرمي بالباطل بألقاب بذيئة إلى آخر هذه الأمور. وطبعا لما بتيجي بها إلى ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته ده احنا نقعد مع احترامي حلقات نبين بقى لما وضع على منك بين إذا نفسه ومعنه وجسده وكل حاجة ولما حلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحزت عينه. لو قعدنا نجيب الحاجات دي كلها وفي الطائف حصل للنبي كيت إلى آخر هذه الأمور يا أخي ده في أحد يا أخي في أحد النبي سقط في الحفرة فانكسرت رباعيته. خلي بالك هتيجي تقول لي أصلا هتقول لي أصلا النبي ما قالش لو كان قال ده يبقى ده النبي النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللي بينزل عليه هو اللي قال لك على هذا والنبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه وما علم من شر إلا ولهانا عنه. ورغم ذلك من باب الأسباب ومخالفة الرماء النبي يسقط في الحفر تنكسر رباعيته تقول حلقة المغف يشج خدت على حضرتك في شفته السفلى يعني خدت بقى حضرتك ازاي يضربه بنقمه ضرب على منكبه تؤلمه شعرا وقيل شرحا تقيل ان النبي قد مات الى اخر هذه الامور. وده النبي حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعبر من ما قدرش صلى الله عليه وسلم حتى ان صحابيا كما هو في السيره خدت بال حضرتك ازاي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر من خلاله خلاصته. وده النبي لما تشج شفته السفلى وكذلك الجبهه وكذلك يضرب على منكبه ضربه من ابن قمأة وتنكسر رباعيته وكل ده مش كده بس وعمه يمثل بجسده عمه اللي هو مين اسد الله واسد النبي من خلال 70 صحابي مع كل الصحابة دول ما كانوش يعرفوا انت اللي عارف سيدنا النبي اللي معاهم اللي هو احب الخلق الى الخالق انت اعلم منه وافهم منه وكده الى اخر هذه الامور وحصل للنبي كده وغيره وغيره يا اخي ولم يسلم حتى من الضرر من الناس ياخد اللي بيصلوا وراه من المنافقين هم اللي راحوا عملوا مسجد ضرار عشان يفرقوا الصف ويعملوا فتنه في المسلمين مش كده وبس ناس من اللي بتصلي وراه من المنافقين هم اللي قالوا عليه اذن صح ولا مش صح صحيح وقالوا نستقبلكم بالنسبه لايه جيش العسره الى اخره مش كده وبس ناس من اللي بتصلي وراه المنافقين قالوا سرق قالوا عليه غل صح ولا مش صح صحيح القران قال ما كان النبي ايه ان يغل خدت حضرتك ازاي مش كده وبس اتهموه في عرض من المنافقين الذين خلفوا وغيرهم ممن وقعوا في حادثه الافك من غير المنافقين ايضا انا اقصد اقول لك يعني النبي يعني لم يسلم حتى من بعض من صلوا وراه وراه صلى الله عليه وسلم طيب خلي بالك يا دكتور محمد مش دي بس انا بجيب لك الاذى المادي والجيت والجسدي الى اخره النبي مات مريضا صلوات ربي وسلامه عليه مات على اثر السم صحيح على اثر ايه السم واحد يقول لي لا اصل ما لقش البتاع دي اقول له انت جاهل اصلا انت جاهل وانت بتعرف حاجه يقول اصل اختار لك لما امسك بذراع الشاه قال ايه امسكه فان ذراع الشاه تخبرني انها مسموم نعم بس كان لا كهل اكل منها سيدنا النبي خدت بال حضرتك ازاي وانا هجيب لك الدليل على ذلك تعالى كده نشوف مرض سيدنا النبي وخلي بالك الكلام ده عشان ايه عشان سيدنا النبي ليس كباقي البشر صلى الله عليه وسلم وعشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب عدم التفريق طبعا بين الرسل لكن هو الافضل عليه الصلاة والسلام هو سيدهم هو سيدنا جميعا بالنسبة للبشر خدت بال حضرتك ازاي من باب قوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر خدت بال حضرتك ازاي ولذلك جمع الله له بين كون هتقول هو نبي رسول تم في نبي رسول زي عيسى نبي رسول زي موسى الى اخره لكن جمع الله له الرسالة وما معها والشهادة الله عشان يجمع له الاثنين يموت على اثر السم فهو شهيد فضلا عن أنه نبي رسول بل هو خليل كانت إبراهيم في الخلق نعم هو هذا خليل خدت بال حضرتك إزاي من خلال الحديث الصحيح طيب إن كان نبي هذا نبي الرسول أو هذا رسول. هذا رسول نبي رسول خليل إلى آخر هذه الأمور وشهيد وشهيد عليه الصلاة والسلام. تعالى يا دكتور محمد طبقا لمجريات السيرة فيما حققته والترتيب بتاعه تعالى كده في مرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وصحبه وسلم ولذلك علماء السيرة جعلوها كده تحت هذا الباب يعني العنوان باب مرض النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم انا عايز بقى اللي بقول لك ده هو مع احترامي لا يصيبك الا مرض انت ما بتمرضش
تروحش الدكاترة خدت على حضرتك ازاي؟ طيب تعالى بقى نديك مع احترامي اي ابرة كذا او مع احترامي فيروس كذا وقول لي لا انا هقول الدعاء وتعالى وضع الامور في اختبار انا ندقل. وبعدين الدعاء يا دكتور محمد انا ممكن ادعو وربنا يسلمنا حقيقة وممكن ربنا لان الدعاء كما تعلم ممكن يستجاب في الحال صحيح وممكن يتدخر في الاخر وممكن نرفع الله به شيء من بلاء احسنت الله يبارك فيك خدت على حضرتك ازاي؟ ربنا يصرف عني من السوء بمثله في الدنيا ما انت ما تدريش الحكمة في ذلك والخير في ذلك. تعال يا دكتور محمد في 29 من صفر سنة 11 هجري يعني في الشهر الثاني من سنة 11 هجرية هجري وكان اليوم ده يوم الاثنين كان يوم الاثنين اللي ولد فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو بداية مرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على إثر السم الذي يعني كان لكهو خلال الشكل المصلية التي قدمتها زينب اليهودية كما هو الحديث وارد عند في الصحيح. خلي بالك معي شهد صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع سيدنا النبي مع الصحابة شهد جنازة في البقيع. خلي بالك يا دكتور محمد وهو في الطريق أحس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجع في رأسه بصداع قد طلع صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم مش بس صداع اللي احنا بنسميه وجع في الرأس أو صداع واتقدت الحرارة سخن زي احنا بنقول اللي هي السخونية يبقى عنده صلى الله عليه وسلم صداع في الرأس شديد وسخونية شديدة لا أقول مجرد سخونية وسخونية شديدة حتى تعلم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر خدت بالك النبي يأكل ويشرب ويجوع ويظمأ خدت بالك حضرتك إزاي ويصاب ويؤذى إلى آخر هذه الأمور بشر يا دكتور محمد لكن معصوم في رسالته في رسالته خلي بالك معايا جدا يا دكتور محمد لما حس بقى بالصداع وهو رجع من الجنازة في البقيع واتقلت الحرارة اشتدت الحرارة بتاع الجسم جدا عنده صلى الله عليه وسلم حتى إنهم كانوا يجدون خدت بالك صورتها فوق العصابة يعني كان بين أثرها السخونية بتاعت سيدنا النبي فوق العصابة أيوة اللي هو عصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم عصب بها رأسه صلى الله عليه وسلم. خلي بالك عدد أيام المرض يا دكتور محمد قيل 13 يوم وقيل 14 يوم بس خلي بالك سيدنا النبي مع الصداع والسخونية الشديدة جدا كان يوعك كان فيه إيه؟ يوعك الوعكة وبعدين ما كانش بيوعك وعك عادي ولذلك لما يرسل أنك توعك وعكا جيدا قال إن وعك مثل ما يوعك ورجلان منكم يعني ضعف الإنسان الصالح ليه؟ من أجل الأجر والثواب صلى الله عليه وسلم ويبتلى المرء على قدر دين على قدر دين ودد النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه. طيب يا دكتور محمد خلي بالك على إثر ذلك انتقل إلى بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي ابن أبي طالب عاصبا رأسه تحط قدماه يعني زي ما يدوس بالعافية أيوة مش قادر يدوس مش قادر يحمل على الأرض ولذلك هو إيه محمل ماشي بين الفضل وبين سيدنا علي أحسن متكئ على مين على الفضل وعلي يعني طبعا سيدنا النبي لا يمثل بشخص على الإطلاق ما يكون إنسان مريض كده واثنين محترمين واحد سندينه لأنه مش قادر يدوس يحمل على رجليه بالضبط صلى الله عليه وسلم مش صلوات ربي وسلامه عليه ولسه قد ايه في الوقت يا دكتور محمد شهر 4 دقائق 4 طيب يا دكتور محمد ويوم الأربع بقى قبل الوفاة اختصر لك بقى يا دكتور محمد لا والله أنا مستمتع احكي براحتك الله يعزك اتقدت حرارة العلة في بدني اشتدت الحرارة يوم الأربع قبل وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأيام من الوفاة بقى 13 او 14 يوم خلي بالك ده المدة كلها تمام خلي بالك اشتدت الحرارة او في جسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بالوجع وغمية بدأ يغمى عليه ده سيدنا النبي يغمى عليه كان بيغمى عليه كان يعني بيغمى حرارة عليه. وصداع ويوعك ويغمى عليه وشوف اللي جاي يا دكتور محمد شوف اللي جاي يا دكتور محمد فقال سيدنا النبي يعني ان يعني بعد اذ امرهم ان يرق عليه 7 قرب 7 ايه قرب من ابر شتى امرهم بكده ليه عشان يخرج الى الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يخرج بحيث الحراره تنزل فيقدر خلي بالك ليه عايز ينصح ويعظ من باب قوله صلى الله عليه وسلم وقعد اليه خلي بالك فاقعدوه في ايه يا دكتور محمد في مخضب وصبوا عليه الماء يوم الخميس وقبل الوفاه باربع ايام يا دكتور محمد اشتد به الوجع صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم وعند العشاء بقى العشاء وليست العشاء وعند العشاء يا دكتور محمد
زاد المرض وثقل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, بحيث ان النبي لم يستطع الخروج, لما تعرف حجرة عائشة والمسجد يعني ده مفيش. حجرة عائشة بالمسجد خلي بال حضرتك, لم يستطع الخروج الى المسجد. وقام النبي سائل بقى, اصلى الناس؟ خلي بالك بقى, ما شوف حد بيسال, اصلى الناس من شدة المرض والتأثير بقى, اصلى الناس صلى الله خلي بالك يعني بيسال اصلى الناس العشاء, يعني الناس صلت العشاء؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. يقوم سيدنا النبي يقول ايه, طيب ضعوا لي ماء في المخضب, احطوا ماء ثاني لانه مش قادر, صلوات ربي وسلامه عليه, ضعوا لي ماء في المخضب. قالوا ففعلنا, فاغتسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, فذهب عشان يقوم بقى يروح يعهد الى اصحابه, فاغمي عليه. وده سيدنا النبي, سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا دكتور محمد, عشان تتكلم عن الكمال بقى الذي لا يبتلى ولا كتب ولا كتب ولا كتب والذي كذا والذي كذا, انت بتتكلم بقى عن اله, الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء, ظاهر فما فوق باطن فما دونه شيء. ده اللي نقول بقى انه لا كتب وكتب وكتب وكتب, ليه؟ ده اله كامل. انما احنا بشر يصيبنا ما يصيب, حتى بالنسبه للصالحين حتى بالنسبه للانبياء. خلي بالك يا دكتور محمد, فاغمي عليه سيدنا النبي ثم افاق. خلي بالك لما فقل ايه, اصلى الناس ثاني, اصلى الناس خلي بالك, ووقع ثانيا وثالثا. خلي بالك ده سيدنا النبي, ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المره الاولى من الاغتسال ثم الاغماء. الموضوع بقى صعب, يعني ايه؟ كل مره يعني سيدنا النبي وقع عليه ما وقع في المره الاولى اللي هي من شده المرض, ثم الاغماء عليه ثاني, ورجع ثالث, اصلى الناس اغمي عليه. مش سيدنا النبي وقع زي ما بعض الناس بتقرأ كده وتفهمها ان سيدنا وانزك تمهلتني في قولها ان النبي وقع, النبي وقعش, ولكن كان يغمى عليه, كان يغمى ايه عليه. والذكر تقول يا شيخ محمد لا, ووقع ثانيا وثالثا ما وقع في المرة الاولى من الاغتسال ثم الاغماء. المشهد يعني كله بيتكرر, بيتكرر ثلاث مرات. خدت بالك؟ فارسل الى ابي بكر ان يصلي بالناس. في اخر يوم بقى سيدة فاطمة رأت ما يحدث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر, قد ايه وكرب ابت قال لا يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. خدت بال حضرتك ازاي؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم. وفي رواية ليس على أبيك كرب, إنما هو إيه؟ لقاء الله صلى الله عليه. طيب وسلم. وطفق الوجع يشتد, وخلي بال حضرتك قد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر, حتى كان يقول يا عائشة شوف ما أزالوا أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. يبقى أكل ولا ما أكلش؟ صلى الله عليه وسلم. الذي أكلته بخيبر, ألم الطعام الذي أكلته بخيبر, بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري. خلي بالك من هذا السم صلى الله عليه وسلم. طبعا في صحيح الإمام البخاري يا دكتور محمد, خلي بالك أبهاري اللي هو إيه؟ ده عرق مرتبط بالقلب يا دكتور محمد, اللي النبي بيتكلم عنه عرق مرتبط بإيه؟ بالقلب. إذا انقطع مات الإنسان, إذا انقطع مات الإنسان. وهنا يقول إيه؟ ده الأوان بقى, وجدت انقطاع أبهري. أبهري يعني حبيب. معناها إيه؟ حل الوفاة, دي وقت الوفاة اللي ربنا إيه خلاص. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم أوحي إليه. ولذلك خلي بالك, إذن العصمة بتاعت سيدنا النبي لم تكن من الأمراض ولا من الأوجاع ولا من تسليط الناس عليه بالأذى, عصمة رسالة, ولكن كانت عصمة وحي, عصمة وحي في نزول الوحي عليه صلوات ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا دكتور محمد, تسلم, ربنا يبارك من فضيلتك ويرفع قدرك ويديك الصحة والعافية. أنا تعمدت أجيب المادة المحققة اللي أنا محققها يا دكتور محمد عشان ما حد يتكلم في ذرة أو أثار. احنا عايزين نعمل حلقة كاملة عن وفاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التفصيل اللي حضرتك بتقوله ده كده, وبدون حتى التحضير لسبب. أنا حافظ لله الحمد كما قلت على المنابر, ولكن أنا تعمدت بس أجيب هنا عشان الاستدلال, لأن برد صلى الله عليه, أنا برد على حسب. هي جاءت هنا من باب شاهد, يعني شاهد بيستشهد بها صلى الله عليه وسلم محمد بما وقع لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمرض. وبعدين فضلت الدكتور يعني حينما تحدث عن صداع وعن ارتفاع حرارة وعن وعك وعن إغماء وعن تكرار المشهد مرة واثنين وثلاثة ثلاث مرات, وعن في استدلال كمان جانب تاني لما يسأل أصلى الناس. يعني هو سيدنا الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني أثر عليه الأمر, خلاص الموضوع صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في وحيه, خدت الحاجة ازاي, ولكن جسدي وصعوبة التعبير حينما يقول قطع أبهري نعم, يعني أبهري أبهري نعم
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا دكتور محمد. تسلم دكتور محمد. الله فيكم. كل عام حضرتك بخير. سعدت كثيرا 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 بوجودي في هذه الحلقة. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل. سيد محمد يعني أشكرك عظيم الشكر على يعني مخرج ممتاز ومبدع ورائع. شكرا لكل الزملاء. أسأل الله أن يكتب ذلك في شكرا جميعا. مهندس حسين، أستاذ مختار، أستاذ وليد، كل الزملاء، يا ريت ما أبقاش ناسي حد، كلكم جميعا، محمد أبو عائشة، كلكم جميعا، تحياتي إليكم جميعا، كل عام أنتم بخير جميعا. أيها السادة، إلى أن نلقاكم مرة أخرى في ملف جديد ضمن حلقات الملف فرق المنى. محمد الشاعر يحييكم، وقبل أن أختم شكرا لكبيرنا الأستاذ محمود أبو مسلم. إلى أن نلقاكم، دمتم من القلب وقلب في أمان الله.